ماشي انا تحضر ما يامنوا بكاوكاو كيجي جديد بزاف وكيخرج واحد الكميه كبيره عكس اللي كنشريو. عندي هنايا كاوكاو حمرته فوق البوطه، نقول لكم ديروا حتى في الفران تحمروا في الفران غير كتصهدوه، ما يعني ما تخليوش يتحرق لانه لو تحرق غادي يعطي مروره في املو غادي يجي مار. انا غير صهدته وغادي نخليه بالقشره ديالو، واستعملوا هذا الكاوكاو الصغير ماشي هذاك الكبير. انا درته فوق البوطه كما قلت لكم. عندي هنايا العسل كما كان العسل اللي كتاخذوا من الزبده اولا ديال الدار، وهنا عندي واحد نص كاس ديال زيت العود. ممكن لكم تعوضوه بزيت ديال الارغان الا عندكم، ما عندكمش غديروا زيت العود. انا هنا الزيت كما غاديش نعطي بالضبط على حساب، حيتاش على حسب القوام اللي بغيتو، لان كنتو بغيتوه ثقيل غادي تقللو من الزيت، وبغيتوه يكون خفيف بزاف غادي تكثروا الزيت. انا هنايا جبت نص كيلو ديال الكاوكاو وخديت منه شويه ودرت تقريبا 400 غرام، ما درتوش كامل لان كان تاكل ثاني. ونعاودو ثاني واحد اخر. صافي هاد ثلاثه المكونات كما شفتوهم ساهلين. غادي ناخذ اول حاجه، غادي ناخذ هنا درت الزيت كما كتشوفوا، درت هذاك نص كاس ديال الزيت ودرت الكاوكاو. وكما قلت لكم الكاوكاو كنخليه بالقشور ديالو باش كيعطي داك اللون ديالو الزوين، حيت شي لحيتو القشره غادي يجي داك اللون مزوينش. وحنا كما كنعرفوا اللون ديال الاملو راه كيجي شويه يعني غامق. صافي انا غادي نطحن، غادي نطحن هاد الزيت العود مع الكاوكاو، غنطحن مزيان 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 وحتى كيتعلق. وانا كنشوف القوام الى بان ليا ثقيل غادي نزيد الزيت. المهم انا غنوريكم الخطوات بالضبط باش تبعوا كاملين ونجي معكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا القوام ديالو واللون كيفاش كيجي، كنتمنى يبان لكم مزيان. كيجي ثقيل وكما قلت لكم راه نتوما كتحكموا في القوام ديالو. انا راه زدت شويه ديال الزيت، تقريبا زدت شي نص كاس لانه جاني ثقيل بزاف وانا ما كنبغيش ثقيل بزاف، خاص يكون كيعجبني هكا ما ثقيل ما خفيف، كيجي هكا وسط. ولا بغيتو ثقيل راه نتوما راه تبقاو تزيدوا الزيت وتطحنوا شويه شويه وغادي تحكموا نتوما في القوام اللي بغيتو. والريحه ديالو غزاله بزاف كما شفتوا. انا ما درتش نص كيلو كامل وخرج لي هاد الكميه هادي، وحاجه ديال الدار راه دائما كتكون احسن بزاف من ديال برا. وصافي هنا غادي ندير هاد العسل هذا، وطبيعة الحال الحلاوه كتبقى على حساب كل واحد شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف وكاين اللي كيبغي قليله. انا غادي ندير وغادي نذوق حتى نحصل على هذاك المذاق اللي بغيت او الحلاوه اللي بغيت. انا تعجبني صراحه املو طعم حلو. غادي نزيد الى خصر، غادي نزيد وغادي نحرك مزيان هذا الشيء، غنحركو. من الاحسن ديروا العسل وما ديروش السكر، ولا كان عسل حر غادي يكون شي حاجه زوينه بزاف لانه هو كما كنعرفوا راه دواء. صافي غادي نحرك مزيان من تحت لفوق غير في المونينيكس يعني حضرنا املو.